أعضاء غرفة الصناعة والتجارة وادي حضرموت في حضرة السفير الإندونيسي الغير المقيم لدى بلادنا السيد محمد إرزان جوهان لمناقشة الأوضاع التجارية وربط العلاقات وتقويتها بين اليمن وجمهورية إندونيسيا، وخاصة في عملية تصدير المنتجات اليمنية إلى دول شرق آسيا المتمثلة في العسل الحضرمي وبعض المحاصيل الزراعية. إعطاء معلومات عن إندونيسيا لرجال الأعمال اليمنيين الذين يرغبون زيارة إلى إندونيسيا خاصة لتبادل تجارة والاستثمار والسياحة وغير ذلك. حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا مع اليمن لم يكن وليد اللحظة، بل كان قديما عبر هجرة التجار اليمنيين إلى دول شرق آسيا، فهناك كثير من أبناء اليمن يمتلكون مصانع تجارية مختلفة ومتعددة الاستثمار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن وإندونيسيا خلال العام المنصرم ما يقارب من 122 مليون دولار. بالنسبة للسلع اللي تصدر لإندونيسيا أكثرها العسل والحنة تدخل فيها، هذا اللي هو أهم الصادرات اليمنية إضافة للبن، البن بكميات قليلة يعني. أهم لنا قشنا اللي هي المشاكل اللي تواجه التاجر اليمني في تصدير سلعته إلى إندونيسيا، الشروط التعجيزية في إدخال البضاعة إلى إندونيسيا. المنتجات الإندونيسية غزت الأسواق اليمنية، وخاصة في كثير من السلع الاستهلاكية والتي لاقت رواجا وقبولا بشكل ملحوظ كالأرز والزيوت والأقمشة وقطع غيار السيارات، إلا أن هناك عوائق وصعوبات تقف أمام التجار اليمنيين في عملية استيراد تلك البضائع. معوقات كثير تعيق المستثمر الإندونيسي أو المستثمر اليمني في إندونيسيا، طبعا نتدارسها ونتحاورها كتجار وكسلطات محلية إن شاء الله بين البلدين، ومن أهمها طبعا حسب ما نعرف النقل وكذلك الفيز. دخول اليمنيين إلى إندونيسيا في صعوبة، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل ستنحل هذه الأمور بقدرة الله ما شاء الله. تقديم التسهيلات في مجال الاستيراد والتصدير أمام المستثمرين اليمنيين سيعزز أوجه التعاون المشترك في مجال التبادل التجاري بين اليمن وإندونيسيا وغيرها من الدول المصنعة، مما يعطي رواجا لكثير من السلع في الأسواق المحلية وتخضع لعمليات التنافس التجاري بين تلك الشركات. فهمي برمادة، قناة سهيل، سيئون.